حوله تعالى. لوسيانو فييتو بلمسة في المساحة الخطيرة هذه آخر فرصة لميشائيل. ميشائيل من أجل الرابع. ميشائيل لقطة غير عادية كانت غريبة للغاية بصراحة بعد عمل كبير من جانب لوسيانو فييتو. شوفوا ميشائيل شوفوا ميشائيل يعدي الدفاع حارس المرمى يعدي المرمى بعد. علما بأن أولى مواجهات هذا المساء كانت قد جمعت بين الفتح والاتحاد هنالك في الأحساء، عندها تمكن الاتحاد من الفوز بنتيجة ثقيلة وكبيرة على الفريق النموذجي بخمسة أهداف. أسمع